السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبيبي قناة في بقناة لاتك مزيكا للشاقة لعب جانا كفيديو جديد بقناة لعبة مودر وان شيب أفضل غواصة بالشدات كثير من الناس يسألون وجاوبنا كثير من إجابات على هذا الأمر لكن بهذا الفيديو حتى الناس تعرف الأمر بشكل كامل لدينا أكثر من غواصة بالشدات مهمة هنا أنا بين قوسين للناس اللي بعد ليفل 15 طبعا الغواصات بشكل عام ليفل 15 تفتح يعني ما عندنا ليفل 25 ليفل 20 ليفل 30 لا فقط 15 تفتح وامورك تمام تمشي بالغواصات فالشباب حطونا افضل غواصة بالشدات مني حطونا لايك وشاركونا الفيديو ويا اصدقائكم نأتي على اليوري او ار اف يوري الغواصة الروسية اكبر غواصة تمتلك اكسجين او ساعة اكسجين خلينا نقول غواصة المزعجة غواصة اللي تخلي الواحد يحصل حسنات كثيرة بدنها 338 السرعة 16 مناور 6.5 رادار 17 سنر 1.6 أكسجين 338 ضيم أكسجينها ثلاث صواريخ مع التوربيدين تخلي هاي الغواصة بفئة ممتازة جدا لكن المشكلة بالمناورة مالتها جدا سيئة يعني التوربيدات تجيها وتضربها بشكل مباشر فاحنا من هالناحية لازم تفكرون زين يا شباب انه نحكي على التوربيدات يعني تتوجه غواصات او سفن بها توربيدات فمناورتها من هالناحية سيئة جدا الفكرة ما أساسي الفكرة انه تظل تحت الماء وتشتبك بها يعني ممكن تبدا بلاد الجيم تظل تحت الماء بهاي الغواصة يا صديقي فهي تعتبر من مراكز المتدنية بالترتيب مالتنا يو اس اوهايو يو اوهايو غواصة امريكية جميلة لكن سيئات بها هواي هجوميا رائعة تمتلك خمسة صواريخ مع توربيدين زين خمس صواريخ ممكن تحطيه تشكيلات متنوعة من الصواريخ فهجوميا قوية دفاعيا عن نفسها سيئة كذلك مناورتها وقدرتها على تفادي التوربيدات سيئة مع اكسجين قليل جدا وبدن قليل كذلك يا اصدقائي فنتجنبها بشكل كذلك اكبر فالغواصة هذني نستبعدهن ناتي على آه غواصة الديمتري طبعا سي ان تمس 94 انساها من هسه اقول لك ناتي على اليوري آه عفوا ار آه اف ديمتري ار آه اف ديمتري خلينا نقول هاي الغواصه مهمه الك آه بأسطولك البحر اذا كنت تلعب بالغواصات اثنى 312 السرعه 13 المناوره خمسة مناورتها ايضا ليست مناوره قويه لكن احسن من الباقيات هذا النيتج بالتجارب مالتنا اللي سويناها اكسجينها 273 اكسجينها حلو يا شباب مع امكانيات هاي الغواصه اربع صواريخ تمتلك مع طوربيدين موجودات فهاي الغواصه تعتبر خيار جيد لنا كلاعبين للاونلاين يا شباب لكن خيارنا الرئيسي اللي يكون بالغواصات هي الاسطورة سي ان تايب ستة هاي الغواصة لديها امكانية بالمناورة ممتازة ببدنها وتقدر تفادى توربيدات تحت الماء اكثر من غيرها من الغواصات السابقة اللي حكيناها يا شباب ومن اجمل الشغلات اللي تمتلك اربع صاروخ مع ثلاث توربيدات وامكانية هجومية مرعبة عيبها الاساسي هاي الغواصة هو في ساعة الاكسجين ماتك جدا قليل مية فهذا الساعة ما تخليها الغواصة معرضة للاشتباك بالخروج من الماء والاشتباك مع السفن وغيرها يا اصدقائي فلهذا ممكن بهاي الغواصة من تاخذها تسوي شغلة اساسية حتى بشكل صح ما تستخدم الغطس تحت الماء الا بعد ما يكشفك العدو بشكل كامل او يشتبك وياك اشتباك الاول يخلص اشتباك الثاني تغطس وتبدا تشتبك مع العدو فانت هنا تحتاج لك ميكس من الصواريخ والاسلحه اللي تطلق من تحت الماء وخارج الماء يا شباب مع التوربيدات اللي عندك فاني ارشح لك هاي الغواصه وسعرها 30 مليون شده كرقم واحد وراها تاخذ الديمتري بالاونلاين شوفون كثير يستخدمون هاي الغواصة لامكانياتها اللي تكلمت بها قبل قليل فلهذا يا شباب يا حبايب قلبي هاي الغواصة تخلوها الفئة الاولى والنقطة الاولى والامكانية الاولى لك كغواصة شدات وانصحك اذا تسوي ميكس تحط الجي ال 3 او النوع مال تير الجديد مع الدي اف 17 او اكس وخمسين والتوربيدات اذا ردت توربيدات مزعجه وكميه كبيره فتحط الواي سبعة وتي توربيدات بامكانيات جيده جدا فتحط توربيدات السلوت انتم من الغواصات اللي حكيناها يا تفضلون وشنو تحبون اقول بالتعليقات يا اصدقائي وهل تعيدون كلامهم لا هم بالتعليقات اريد اشوفها تسلك المشاركه في امان الله